بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زلنا في سلسله الحلقات التي تتناول الاستهداف الماسوني للعقل البشري وفي هذه الحلقه سوف نبحث في مراحل نشوء الماسونيه. ونريد ان نقول بانه ينبغي في جميع المباحث ولا في هذه المباحث الابتعاد عن الجانب العاطفي لانه بحث اكاديمي يختلف تماماً عن البحوث الإعلامية والتي تتناول جوانب جرائدية معينة، ونظم صوتنا الى صوت الدكتور علي الوردي في حينما قال في كتابه حول الماسونيه بانه بعض الباحثين هم حينما يتناولون حينما يتناولون الماسونيه لا يتناولون الماسونيه بروح علميه في البحث بروح اكاديميه بل يتناولون الماسونيه من جوانب عاطفيه لا سيما مثلا دينيه او اخلاقيه فهذه المباحث تؤثر يعني المباحث الدينيه والاخلاقيه تؤثر على المشاعر في حينما يتناولون اي قضيه ومنها القضيه الماسونيه حينما نرجع الى جورج زيدان نرى انه يقسم الماسونيه وتاريخ الماسونيه الى تاريخ قديم وتاريخ حديث وكل تاريخ يقسمه الى طورين فحينما يتناول الطور القديم يقول بأنه ينقسم الطور الأول يعني في القديم في الحالة القديمة للبحث الماسوني في التاريخ القديم يقسمه طورين، الطور الأول هو الماسونية العملية المحضة يعني من سنة 715 قبل الميلاد إلى سنة 1000 للميلاد وفي الطور الثاني من سنة 1000 للميلاد إلى سنة 1717 أه للميلاد في التاريخ الماسونيه الحديث والتي تسمى الرمزيه وسوف نشير فيما بعد انها لماذا تسمى الرمزيه أه تنقسم ايضا الى طورين الطور الاول من سنه 1717 والتي انتهى اليها أه أه انتهت اليها التاريخ الماسونيه القديم هذه السنه والطور الثاني من الماسونيه القديمه يعني الماسونيه الحديثه تبدا من سنه 1717 الى 1783 وفي الطور الثاني من 1783 ميلاديه الى اليوم وطبعا لا شك انه الماسونيه تعمدت في الحقيقه يعني لماذا يكون هذا البحث التاريخي فيه نوع من الكتمان وفيه نوع من السريه لانه الماسونية اعتمدت هذا يعني يعتبر الكثمان أصل من أصولها الفكرية والعملية لذلك نلاحظ أن جورجي زيدان حاول أن ينظر لأصل لهذا الأصل أصل الكثمان فماذا يقول؟ يقول الاضطهاد الذي عانت منه الماسونية والإخوة الماسون كما هو يسميهم عانوا في الحق من الاضطهاد من بعض الحكومات والدول وبعض القبائل فلذلك والاديان ورؤساء الاديان فحاولوا ان يكونون في اطار من الكتمان ويؤطروا انفسهم في اطار من الكتمان والسريه. مايكل بيجنت وريتشارد لي ماذا يقولان؟ يقول يقولان ان الماسونيه نفسها هي وحتى انفسهم الماسونيون الأغلبية الأعضاء لا يفهمون التاريخ لا يفهمون تاريخهم ولا يفهمون تاريخ الماسونية لا يعلمون في حقيقة الأمر من أين انطلقت الماسونية ما هي السنة التي انطلقت منها الماسونية لا يعرفون هذه القضية الزمانية غريبة وغامضة عليهم في الحقيقة و أيضا علي الوردي يقول جذور الماسونية ترجع إلى نقابات العمال القديمة نقابات عمال قديمة ولا سيما نقابه البنائين الذين بنوا هيكل سليمان في 1012 قبل الميلاد. والبعض يقول علي الوردي يرجعه الى اقدم من ذلك، ولكن هذه الاقدم من ذلك لا يتفاعل معها الدكتور علي الوردي و يقول التحقيق لا يؤدي اليه، لان البعض ذهب الى انه كانت منذ عهد ادم يعني البعض يرجعها الى انه حينما كانت كان ادم وابليس في الجنه والى اخره نعم بعض والبعض يرجعها الى تواريخ نزول الى الارض وقابيل الذي قتل هابيل هو وذريته والشيطان عملوا هذه وابليس عملوا هذه المنظمه والى اخره وطبعا بعضهم يرجعها الى بريطانيا في القرن الثاني عشر اثر الفتح النورماندي حينما آه نقرا كتب دكتور آه المسيري دكتور عبد الوهاب المسيري الذي يرجعها الى العصور الوسطى وفي الحقيقه آه نلاحظ حينما نقرا كتب آه دكتور عبد الوهاب المسيري آه انه, أنه يؤطر واخرون ايضا كعمر مكرم ايضا يقولون بان الماسونيه متاثره بالعقليه القباليه او العقليه القباليه او القباليه يعني العقليه الاخذيه يعني القبالي يعني قبل قبل اخذ أه هذه طبعا القباله او الكابالا كما في اللغه الانجليزيه هي تنظيم باطني غنوصي كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في بعض كتب هذه الغنوصيه الباطنيه هي كل والباطنيه كل حاله آه كل حالة دينية تخفي على الآخرين آه الكثير من تعاليمها. آه يقول أن هذه العقلية القبالة سيطرت على الماسونية، وكأنه يشير إلى أن الماسونية ليست شيئا واحدا، ليست تنظيما آه واحدا. هناك تنظيمات، وهذا هذا هذا أمر واقع بأن الماسونية عدة ماسونيات. يعني هناك ماسونيات الشرق الأعظم في. انجلترا، في واشنطن، في باريس، في المانيا، في العراق، في لبنان، في سوريا، في ايران، في تركيا، ايران سابقا في ايام الشاه ايضا. اذا هناك عده ماسونيات. يقول في الحقيقه ونحن لا نستطيع يعني ان ندعي انه كل الماسونيات هي عباره عن ماسونيات يهوديه. الا ان الصحيح ان اليهود سيطروا على بعض الماسونيات، يعني لم يكن هذا راي هذا رأي تاريخي وهو رأي محترم انه الماسونيه لم يصنعها اليهود بل اليهود سيطروا عليها يعني سيطروا على كل الماسونيات طبعا هناك بعض الماسونيات هي نبذت اليهود في بعض مثل هولندا وبولندا وغيرها هذه نبذت اليهود اصلا قالوا نحن لا نقبل ان يكون يهودي ماسوني طبعا البعض يشير الى انه فرسان المعبد او فرسان الهيكل نعم فرسان المعبد او فرسان الهيكل هؤلاء الذين اتوا في الحرب الصليبيه في الحروب الصليبيه كانوا كانه تاثروا البعض يقول انهم تاثروا بالتنظيم الاسماعيلي يعني بالمذهب الاسماعيلي واصبحوا اسماعيليون او انهم تاثروا بالتنظيم الخيطي و الخليه الاسماعيليه ونقلوها الى اوروبا حينما حاربهم الملك الفرنسي في اثناء الحروب الصليبيه وذهبوا الى اماكن اخرى في العالم وبنوا لهم محفل اسموه بالمحفل الماسوني، اذا البعض يرجع الماسونيه الى حماه الهيكل او فرسان المعبد او فرسان الهيكل كما هو المصطلح السياسي في علم السياسه. والبعض يسمي الماسونية القوة الخفية يعني بعض الدراسات تسميهم بالقوة الخفية وولد هذا المصطلح حقيقة في العهود القديمة المظنون أن هؤلاء كانوا ولا يزالون يسعون إلى إعادة بناء معبد سليمان كما يشير اسم ماسوني أو بناء أو بناء طبعا لا يخفى أنه هذه إشكالية أنه فرس هيكل سليمان أو حينما كان يبنى في ذلك الوقت كان هناك أستاذ أعظم ماسوني مهندس هو الذي بنى كما يقولون هذه خرافة أيضا من خرافات اليهود ومن خرافات من خرافات الصهاينة أنه سليمان قتل ذلك الذي هو كما يسمونه ابي او ابي وهو مدفون في آآ بعلبك آآ اليوم وهو مزار للماسونيين في لبنان في بعلبك قبره كما يشاع هناك وطبعا هناك كتاب مقدس للكهنه العبرانيين اسمه القباله القبالي او القباله ايضا يشير الى بعض التقاليد والطقوس هذه التقاليد والطقوس هي في عند تجدها عند الماسونيين اريد ان اقول بانه النص اريد ان اقرا نصا يوضح حقيقه الامر وهو قسم هذا قسم وحلف من احد الماسونيين ماذا يقول؟ يقول انا الاستاذ الاعظم اقسم واتعهد وانا واضع يدي على التوراه الكتاب المقدس الذي امنت به الكتاب الالهي الاول والاخير الذي لا قبله ولا بعده واقسم بحق جلال النور الذي تجلى على جبل الطور وسطع في وجه موسى وهارون اتعهد ان اقوم بجميع المهمات التي توكل الي واعمل حتى اخر نفس من عمري وابذل اخر قطره من دمي في سبيل بناء دوله موسى الكبرى التي تنشر انوار الاقداس على العالم واعمل من اجل الانتقام من اعداء امتنا امة صهيون المقدسه وان اتحدى بهذا السيف الذي بيدي هو يمسك الذي يقسم يمسك سيف هكذا وان اتحدى بهذا السيف الذي بيدي كل غزاة ارضي ارض اجدادي المقدسه يعني فلسطين اوقع هذا العهد بدمي امام الرؤساء الجالوتيين الحاضرين، يعني جالوتيين نسبه الى جالوت. اذا آه الذين يشيرون الى الحاله ال اليهوديه في الماسونيه والاصل اليهودي للماسونيه يقولون انهم حينما تنظرون الى مثل هذا النص ماذا تجدون تجدون موسى وهارون وامه صهيون المقدسه والى اخره اذا في الحقيقه الماسونية هي اصل ذات بناء يهودي نعم هذه ايضا هذه ايضا نظره ونظريه وهي نظريه قويه جدا ومسيطره على عقليه الباحثين ولا سيما مثل عبد الوهاب المسيري وغيره الذين نسبوها كما قلت الى القباله والكباله طبعا اليهود الباطنيين لا يخفى انه سيطروا على على المحافل الماسونيه ولا سيما بعد مجيء ادم وايز هاوبت ادم وايز هاوبت اسس جمعيه تسمى جمعيه حمله النور منذ ذلك الحين اصبحت الماسونيه اداه طيعه بيد الصهيونيه نحن لا ننكر ذلك واذا نستطيع ان نقسم الباحثين بشكل موجز باحثين هناك من الباحثين لا يرون أن الأصل الماسونية هو يهودي نعم سيطر اليهود بعد ذلك قسم آخر يقول بل أن اليهود هم من أصل وأسس لقضية الماسونية بل أنهم يشيرون إلى أنه الصهيونية الآن هي عبارة عن خلية من خلايا الماسونية العالمية بشكل عام والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين